تيار نصرة الشريعة يطالب بإقالة وزير التربية ومدير المناهج ويحذر من مغبة تسليم البشير للجنائية. الحكومة تؤكد التزامها بكل بنود إعلان حسن النوايا الموقع في جوبا مع الجبهة الثورية. إدارة امتحانات السودان تعلن تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية إلى 12 من أبريل. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في نشرة الأخبار التي تضم إلى جانب نشرة الأخبار موجزا اقتصاديا وآخر رياضيا. أهلا بكم. طالب رئيس تيار دولة الشريعة والقانون الدكتور محمد عبد الكريم بإقالة وزير التربية والتعليم محمد الأمين التوم ومدير المناهج التربوية الدكتور عمر الجراي لتشكيك الوزير في امتحانات الشهادة الثانوية. وتوجه الجراي بمشروع لتجريف قيم الأمة وثوابتها الدينية والإسلامية في مناهج التعليم. ودعا الدكتور محمد عبد الكريم في مؤتمر صحفي الشارع للتحرك بالضغط على الحكومة لإقالة الرجلين وفتح بلاغات للمتضررين من تصريح الوزير في التشكيك في الشهادة الثانوية الذي وصفه بالكارثة القومية. وقال إن تيار نصرة الشريعة ودولة القانون يدعو التربويون الوطنيون والمعلمين من أبناء الوطن للوقوف بقوة لمواجهة مشروع تجريف قيم الأمة وثوابتها في مناهج التعليم، ودعا أبناء الأمة إلى مواجهة هذه الادعاءات والاطلاع بدورهم في الدفاع عن تعاليم أبنائهم ومستقبلهم، باعتبار أن العملية التعليمية ليست حكرا على الجانب الحكومي، مشيرا إلى أنها تعبير دقيق عن ثقافة الشعب وقيمه، متسائلا عن كيف تسند إلى من يعتقد أن الشعب بصلاته وصيامه وزكاته وحجه يلتزم بشريعة الرسالة الأولى البالية والمنسوخة، مشيدا في هذا الصدد بخبراء المناهج الذين قال إنهم تصدوا لتوجه الجراي. كما أشاد في الوقت نفسه بمواقف من انتقدوا تصريحات الوزير من داخل الوزارة، وزارة التربية والتعليم. وأنا أدعو هنا يعني إلى فتح بلاغات من المتضررين من هذا التصريح، لأن هذا التصريح معناته التشكيك يعني في الشهادة السودانية منذ ذلك الحين، يعني فهذا دليل واضح جدا على التخبط الذي تمارسه هذه الحكومة. على كل تيار نصرة الشريعة ودولة القانون إذ يصدر هذا البيان ويكشف هذه المعلومات يبين ما يلي: أولا، ندعو التربويين الوطنيين والمعلمين من أبناء بلادنا إلى الوقوف بقوة لمواجهة مشروع تجريف قيم الأمة وثوابتها في مناهج التعليم. أعلنت الإدارة العامة لامتحانات السودان تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2020 لتكون في 12 من أبريل بدلا من 9 من مارس. وقال مدير الامتحانات مختار محمد مختار إن قرار التأجيل جاء بعد اجتماع لمجلس الامتحانات برئاسة وكيل الوزارة طمادر الطريفي، وأرجع مختار التأجيل لتمكين الطلاب من تكملة المقررات والتركيز والمراجعة ليتمكنوا من الاستعداد لأداء الامتحانات بصورة جيدة. هذا وقد استطلعت كاميرا طيبة عددا من المواطنين والمهتمين بشأن تصاعد الجدل بشأن عدم نزاهة نتائج امتحانات الشهادة الثانوية. تصريح وزير التربية والتعليم هو تصريح كارثي، لأنه شكك في المهنية بتاعت الشهادة السودانية. هناك توافد لعدد من الطلاب من الدول العربية بيجوا بيمتحنوا هنا في السودان وبنالوا تحصيل أكاديمي، لذلك التصريح هو سلبي غير إيجابي. تربية وتعليم حول الشهادة السودانية والبيتحدث فيه عن الشهادة السودانية مضروبة، يعني أنا بشوف إنه الكلام هو بيأثر صراحة على الشهادة السودانية، لأنها هي معترف بها عالميا تقريبا، وإنه يعني كثير من الدول بتجي بيمتحنوا هنا الشهادة السودانية بيمتحنوا في السودان لأنه
برا، يعني مثلا زي مصر بيقولوا انه في تزوير هناك. فيما يتعلق بالتصريح يمكن اخذ شد وجذب، والناس يعني زي مارست عليه يعني او اصبغته صبغه سياسيه، كله طرف بقى ياخذه بجانب سياسي، لكن بصوره عامه يعني هو تاثيره، انا بالنسبه لي صراحه تاثيره في يعني في تحديدا في الناس الموجودين برا، يعني خاصه انه مثلا في كثير من الجامعات الاجنبيه او خارج السودان قبلت مثلا طلاب سودانيين بمنح يعني من الشهاده السودانيه تحديدا، فالموضوع يمكن يبدا يسبب لهم ربك او يحرق. يدور جدل واسع بشان تصريحات وزير التربيه والتعليم بشان معلومات اوردها حول التشكيك في نتائج امتحانات الشهاده الثانويه منذ العام 1990، ويرى مراقبون ان هذه التصريحات ربما تؤثر على مستقبل الشهاده السودانيه. بعض الأوساط الأكاديمية والشعبية بعد تصريحات وزير التربية والتعليم التي كان مقصدها برأيه النزاهة والصدقية والشفافية مع أسر الطلاب الذين يتلقون تعليمهم بالمدارس السودانية، ترفض مثل تصريحات كهذه من باب أن الشهادة السودانية تعد مفخرة السودانيين بين العالم لما فيها من مناهج علمية، ولأن تاريخها ليس بالسهل، حيث بدأت الدراسة بالقسم الثانوي في كلية غردون التذكارية في عام 1905، وفي العام 1937 رأى بعض المسؤولين الأجانب وضع خطة لتطوير الكلية بما يمكن طلابها من الجلوس لامتحان شهادة كامبريدج، وتم تكوين مجلس أطلق عليه مجلس امتحان الشهادة المدرسية تحت إشراف جامعة كامبريدج بلندن، فكيف لشهادة لها هذا التاريخ أن تثار الشكوك بنزهتها؟ طبعا الشهادة السودانية بتحصل فيها معالجات اللي هي المعيارية دي بتحصل طوالي، لكن أنا بفتكر من وجهة نظري الشخصية إنه التصريح المعالجة دي تكون داخلية، يعني يجتمع مع ناس السكرتارية الامتحان أو المجلس بتاع الامتحان وتتعالج داخلية، لكن يعني ده حدث ما مفروض بس في مؤتمر صحفي، والمؤتمر الصحفي هو قنوات عالمية وفيه دول خارجية وبتضعف الشهادة السودانية، لأن الشهادة السودانية من أقوى الشهادات في الوطن العربي. يعتقد بعض الصحفيين أن استخدام الإعلام في مثل تصريحات كهذه قد يؤول بنتائج عكسية، فباعتقادهم أن هذه شؤون داخلية يمكن أن تحسم بقرار يخص ترتيب أروقة بيت الوزارة الداخلي، وأن الشارع قد تأثر، وأكبر دليل رد الفعل الواسع الذي أحدثه، فمن جانب تمر على المواطن ضغوطات اقتصادية، ومن جانب آخر معرفة فشل ماض في الوقت الحاضر. لجوء وزير التربية التعليم إلى نهج الشفافية والوضوح انطلاقا من مبدأ أن ثورة ديسمبر بنيت على أسس انطلاقا من شعار الحرية والسلام والعدالة التي تقتضي المكاشفة الصريحة مع الشعب السوداني، ولكن يبدو أن وزير التربية والتعليم ركز على منهجية أو أسس التعليم بعيدا عن الحديث عن بعض القضايا التي لها إسقاطات أو لها إفرازات مهمة جدا جدا على مستوى ملف كملف التعليم الذي تعول عليه أي دولة. التأثير الذي سببته التصريحات بحسب رأيي أكد وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال عمر بحسب بيان صادر عن مكتبه أن العقوبات الدولية التي فرضت على السودان عام 2005 من قبل مجلس الأمن الدولي انتفت أسبابها الآن، وأن السودان أحرز تقدما كبيرا بعد التحول السياسي ومباشرة الحكومة الانتقالية لمهامها، مما يتطلب رفع العقوبات وإزالة الخرطوم من قوائم الإرهاب. جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه رئيس لجنة العقوبات وفق القرار الدولي رقم 1591 بالأمم المتحدة جوانا فورقيكا ومنسق فريق الخرطوم تومسون بوفولي، وناقش اللقاء عددا من القضايا المتعلقة بمهام الفريق. فاجأت الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية لإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب الكثيرين، وأثار بقاء السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب حيرة المهتمين رغم إسقاط نظام الإنقاذ.
فاجأت الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية لإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب الكثيرين، لجهة أن كل الدلائل كانت تشير إلى قرب رفع السودان من القائمة السوداء للإرهاب، خاصة في ظل تصريحات بعض المسؤولين في واشنطن عقب سقوط نظام الرئيس السابق البشير بأن رفع العقوبات صار مسألة وقت فقط، الأمر الذي استحسنته الخرطوم، حيث انخرطت الحكومة الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في اجتماعات ومباحثات مع المسؤولين الأمريكيين لعودة السودان بصورة كاملة للمجتمع الدولي. الشروط التي وضعتها أمريكا لإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب تنوعت ما بين وقف الاعتداءات من قبل القوات النظامية على المواطنين في مناطق النزاعات في دارفور وجنوب كردفان، ومحاسبة الجناة بجانب الإسراع في تحقيق السلام وفتح الممرات لتوصيل الإغاثة للمواطنين في مناطق الحروب، بالإضافة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين. ولكن الغريب في الأمر هو تشكيك بعض المختصين في صحة هذه الأنباء المتعلقة بوضع واشنطن شروطا لإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب. إبقاء السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب رغم إسقاط نظام الإنقاذ يبدو أمرا محيرا للمهتمين الذين كانوا يتوقعون رفع اسم السودان من القائمة بمجرد نجاح الثورة السودانية، ولكن يبدو أن واشنطن لديها تحفظات لم تصح عنها بعد، والمتضرر الأكبر من وجود السودان في قائمة الإرهاب هو المواطن السوداني قبل الحكومة، فرفع العقوبات يعني إعفاء الديون وتدفق الاستثمارات الخارجية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الاقتصاد السوداني. أكد تيار نصرة الشريعة ودولة القانون ببطلان حكومة الفترة الانتقالية دستوريا وقانونيا، واستهجن عضو المكتب القيادي بالتيار الدكتور محمد علي الجزولي في مؤتمر صحفي بالخرطوم تعيين رئيس وزراء في نظام حكم برلماني قبل تعيين البرلمان نفسه في صورة وصفها بالشاذة وغير القانونية أو الدستورية، منتقدا في الوقت نفسه الإجراءات التي تتخذها حكومة الدكتور عبدالله حمدوك والتي قال إنها تتنافى مع مهام واختصاصات الفترة الانتقالية، خاصة اعتزامها التوقيع على معاهدات واتفاقيات دولية كاتفاقية السيداو المتعارضة مع الشريعة الإسلامية، هذا فضلا عن قيام الحكومة بإجراءات فصل تعسفي لموظفين في الدولة بدون أي حق قانوني. نحن نقول ببطلان حكومة حمدوك أنها حكومة غير شرعية، وبطلان جميع الإجراءات التي تتخذها سواء كان من تشريعات أو من تعيينات. طيب الموضوع الثالث اللي عايزين نسجل فيه موقفه، والموضوع الثاني بطلان جميع إجراءات الفصل التعسفي التي قامت بها حكومة حمدوك، ذلك لأن المادة 16 الفقرة 6 تقول أن التعيين والإقالة يجب أن تكون بموجب القانون، أي بموجب قانون الخدمة المدنية، وقانون الخدمة المدنية لا يجيز فصل الإنسان إلا بأحد ب14 سببا، هنالك أسباب معينة أنا أفصل بها الزول 14 سبب. فإذا جميع إجراءات الفصل التعسفي، جميع إجراءات الفصل التي تمت هي إجراءات باطلة. أكد عضو المجلس السيادي الفريق الركن شمس الدين الكباشي التزام الحكومة بكل بنود إعلان حسن النوايا الموقع في جوبا بين الجبهة الثورية والحكومة. والتقى الكباشي وفد حركة تحرير كوش السودانية برئاسة رئيس الحركة محمد داود بنداك وعضوية دهب إبراهيم وأحمد ميرغني، وذلك بحضور مفوض السلام دكتور سليمان محمد الدبيلو. وقال بنداك إن اللقاء تناول ترتيبات انطلاق مفاوضات السلام مع الجبهة الثورية خاصة مسار الشمال، بجانب سير ترتيبات وإجراءات تنفيذ إلغاء القرار 206 الخاص بمصادرة أراضي السدود والقرار الخاص بمنع تصنيع سيانيد في عمليات استخراج الذهب. كشفت حركة العدل والمساواة عن عقد لقاء مع مستشارة المبعوث الأمريكي لشؤون السودان وجنوب السودان بشأن تحقيق السلام الشامل بالبلاد، في وقت أكدت فيه انفتاحها على الأطياف السياسية كافة من أجل عملية السلام. وقال الأمين السياسي للحركة نهار عثمان نهار إن اللقاء تناول
رؤية الحركة حول العملية السلمية وتحقيق السلام الشامل بالبلاد، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أهمية الالتزام باتفاقية جوبا فيما يخص تعيين الولاة والمجالس التشريعية وإرجاؤه لحين الوصول لسلام شامل، لجهة أن أي خطوة أحادية يمكن أن تنسف ما تم التوصل إليه حتى الآن، مؤكدا ضرورة إكمال ملف الترتيبات الأمنية للحركات الموقعة على السلام. وجه الحزب الشيوعي السوداني انتقادات غير مسبوقة لبرنامج قوى إعلان الحرية والتغيير لإدارة الاقتصاد خلال الفترة الانتقالية، مؤكدا بأن تنفيذه يحول البلاد إلى قحط في وقت طالب فيه بفرض سيطرتها على ذهب جبل عامر باعتباره ثروة قومية خارج سيطرة الحكومة. وتساءل القيادي بالحزب دكتور صديق كبلو خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس الأربعاء من يملك جبل عامر، وكشف عن أن إنتاج الجبل يصل إلى طن في اليوم، فيما تذهب هذه الإنتاجية مباشرة لأسواق دبي وفرنسا، وطالب الحكومة بإيقاف تصدير المعادن نهائيا لحين تحسين الأوضاع الاقتصادية. وشدد كبلو على ضرورة إعادة النظر في المصروفات الحكومية ووقف الصرف من موارد البلاد على مؤسسات تتبع للنظام البائد. كشف رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي عن اجتماعات بين قيادات من قوى إعلان الحرية والتغيير وأحزاب سياسية لمناقشة تطورات الأوضاع بوساطة رجال أعمال. وأضاف مبارك خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الخرطوم عن تلقي الحزب اتصالات من رجال أعمال تدخلوا كوسطاء بين الأحزاب وقوى إعلان الحرية والتغيير لمناقشة تطورات الأوضاع وعقد اجتماعات مع بعض الأحزاب، وأشار إلى أن الحكومة الانتقالية عاجزة عن مواجهة الشعب السوداني بحقيقة الأوضاع الاقتصادية، وكل همها أن تبحث عن مساعدات مالية خارجية للموازنة القادمة. وشدد على ضرورة إعادة توظيف الدعم للوقود والقمح وتحويله للصحة والتعليم، داعيا إلى إجراء ما سماه بالعملية الجراحية للاقتصاد السوداني من أجل التعافي المستقبلي وتجاوز المرحلة المؤلمة. وفي نشرة الأخبار نتابع مجلس الوزراء يعتمد زيادة المرتبات في ميزانية 2020. مشاهدين أهلا بكم مجددا، وهذه طائفة من الأخبار الاقتصادية. وجه مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك بالاهتمام بالقطاع الزراعي بالتركيز على موضوع الإصلاح المؤسسي ومراجعة الخدمة المدنية والاستفادة من مخرجات البحث العلمي في التنمية الاقتصادية. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام عقب الاجتماع إن الموجهات استهدفت بالبرنامج الإسعافي والأولويات العشرة التي حددتها الحكومة، وأبان أن ميزانية العام 2020 ستشهد ارتفاع ميزانية التعليم والصحة وخفض الفقر. وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح عن أن الميزانية الجديدة ستشهد زيادة مقدرة في مرتبات العاملين. دعت عضو مجلس السيادة عائشة موسى للاهتمام بأوضاع العاملين في مصانع السكر والعمل على مراجعة أجورهم، وتلقت عائشة في القصر الجمهوري تنويرا حول أداء شركة السكر السودانية من مدير عام الشركة سيف الدين سليمان. وأكد أن اهتمام مجلس السيادة بأسعار المتوقع لإنتاج السكر خلال الموسم، مشيرا إلى أن تحديد التكلفة النهائية خاضع لموازنة العام 2020، ولفت إلى أن الاجتماع استعرض التحديات التي تواجه الشركة وعلى رأسها الإعفاءات الجمركية ودعم أسعار وقود المصانع. انتهت الأخبار الاقتصادية، وفيما يلي أخبار الرياضة.
اكتسح منتخب السودان ضيفه ساو تومي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت مساء أمس الأربعاء في أولى المواجهات ضمن تصفيات أمم أفريقيا الكان لحساب المجموعة الثالثة. وأحرز أهداف السودان كل من رمضان عجب وأحمد حامد التش ومحمد الرشيد وجوردولو هدفا في مرماه، يضع أول ثلاث نقاط في رصيده. وكانت المواجهة قد شهدت طرد لاعب منتخب ساو تومو أليدر في الدقيقة 22، وتضم مجموعة السودان إلى جانب ساو تومي كل من غانا وجنوب إفريقيا. اختتمت بمقر أكاديمية كرة القدم في الخرطوم فعاليات ورشة تنظيم مباريات الدوري الممتاز ومنافسة الوسيط بمشاركة كبيرة من تمثيل الاتحادات المحلية، والتي استمرت لمدة يومين. وقال نائب الرئيس المهندس الفاتح أحمد باني أن الورشة تأتي في إطار التقييم والتقويم والعمل على تقديم الرؤية المتكاملة وطرح الإشكاليات لإيجاد الحلول لها. مشاهدينا، بذلك نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، وإليكم تذكيرا بأهم العناوين. تيار نصرة الشريعة يطالب بإقالة وزير التربية ومدير المناهج ويحذر من تسليم البشير. الحكومة تؤكد التزامها بكل بنود إعلان حسن النوايا الموقع في جوبا مع الجبهة الثورية. إدارة امتحانات السودان تعلن تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية إلى 12 من أبريل. مشاهدينا، وفي الختام تحياتي وفي أمان الله. حياة طيبة.